نفى مصرف الرافدين تقليص المدة الممنوحة لتسديد سلف الموظفين من 5 سنوات إلى 2 سنين، إلا أن البنك قرر وضع شروط محددة حول السلف والقروض وبحسب طبيعة ونوعية القرض وتسديده شهرياً. وقعت وزارة النفط مذكرة تفاهم مع شركة بريتش بتروليوم البريطانية لتطوير حقول كركوك النفطية، فيما دعت الشركات المحلية والعالمية إلى المشاركة في تنفيذ مشروع مد أنبوب للصادرات النفطية من حقول كركوك إلى الحدود العراقية التركية. قال مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول إن العراق سيمد مصر بشاحنات من النفط الخام حجم الواحدة 1,000,000 برميل بداية من شهر كانون الثاني الجاري في صفقة تبيع بموجبها بغداد 12 مليون برميل من النفط إلى مصر لمدة عام. أعلنت شركة شيفرون النفطية الأمريكية استئناف عمليات الحفر في مجمع سرتا للتنقيب عن النفط في كردستان العراق، وذكرت صحيفة بلومبرغ البريطانية أن الشركة الأمريكية كانت قد توقفت عن عملياتها بشكل مؤقت بسبب أزمة استفتاء انفصال كردستان العراق بعد تصويت الأكراد لصالح الانفصال. سجلت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ارتفاعاً في عدد المسافرين المغادرين في محطة مطار بغداد الدولي، ومن المتوقع أن تشهد هذه الأعداد زيادة بعد إطلاق الشركة لخدمة الحجز الإلكتروني وافتتاح خطوط جديدة في عدة بلدان إقليمية ودولية. بلغت إرادة الشركة العامة لسكك الحديد نحو 4.39 مليار دينار من خلال نقل 435 ألف مسافر من المحطة المركزية ببغداد إلى محطة البصرة وبالعكس، مروراً بالمناطق الجنوبية الناصرية السماوة الديوانية والحلة خلال عام 2017. قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تأجيل استيفاء الرسوم الجمركية للسلع والبضائع المستوردة باسم الوزارات وأمانات بغداد والبلديات ما لم ينص العقد على تحمل المصدر تلك الرسوم، بشرط أن يكون مبلغ العقد مخصصاً في الموازنة العامة للدولة أو أن تكون المواد المستوردة مدرجة ضمن الموازنة الاستثمارية للموازنة العامة.